السلام عليكم يا ام طلال. عليكم السلام يا محور، حياك الله، تفضلي اجلسي. شخباركم؟ من زمان ما شفناكم ولا نعرف عنكم شيء. الحمد لله طيبين. والله احنا شفنا شوية ظروفكم مو زينة، قلنا نخليكم على راحتكم، ما حبينا نشغلكم. وكيف أبو طلال؟ كان طول الغيبة؟ الحمد لله طيب. هو كان بيرجع بس مشغول شوية بشغله، وحنا قلنا له والله ما ترجع قبل ما تخلص شغلك. هو سافر جدة صح؟ أذكر شهد قالت لي إنه بيروح جدة. إيه بجدة. غريب. وين الغريب في الموضوع؟ في واحد أمس من معارفي شايفة في الدمام، وكان معاه مرة بعد.